السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، أموركم هانيين؟ كل شيء بخير، كل شيء على خير. نتمنى تكونوا في صحة جيدة، وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو. هذا الفيديو إن شاء الله نحاول نتكلموا فيه على هذه القرينة ديال صانيا إيميل، كيفاش كيتخدموا، كيفاش الطريقة باش مخدومين، الجودة ديالهم، وحتى طريقة التركيب ديالهم، وحتى شنو خصك تركب في صانيا ديال 2020 و 2018 كي دير تركب هاد القرينات. كما كنشوفو الاخوان هنا، هادي صانية ار الف ديال 2021، اول صانية خرجت 2020 هي هاد 2021 هي هادي اللي جات مختلفة صراحة على باقي الاصدارات القديمة ديال صانية. الاختلاف اللي كما كنا شرحنا في فيديوهات سابقة هو هاد الكونتور ديجيتال، بالاضافة لهاد القرينات هادوم اللي صراحة جاو مخدومين مع الكونتور، كيعطيو جمالية للموطور، بالإضافة لأن هاد البلاصة في كانت نفسها كان فيها شوية تنزين، هاد الكرينات زادو جمعوها. هنا عندنا كيفما كتشوفو الإخوان، حتى هاد باراول كيفما سبقنا تعودنا على سابقا، جا تا هو مبدل على ديال الإصدارات القديمة ديال صانية كاملين، هاد الاستثناء ديال 2021. كيفما قلت الإخوان أن هاد الكرينات جاو خدومين بواحد الطريقة صراحة، طريقة احترافية، حاجه متقونه في بلاصتها، كيف ما كنقولوا حاجه ناضيه معنا ما نقول، بالاضافه لانهم مخدومين متقونين وكيعطيو جماليه للموتور، الا انهم صحاحين، هادشي اللي غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو من بعد ما نحيدوا هاد لي كاش. هادشي بالنسبه للاخوه اللي كيسولوا كيفاش يمكن لهم انهم يزيدوا هاد القرينات الانسانيات اللي عندهم ديال القدام 2019 2020، خصك تبدل هادشي هذا كامل اخي، هاد كونتور بالاضافه لهذا الكاش ديال الكونتور، بالاضافه للبارابول والكاش ديال البارابول. البارابول هو الفارو، فارو تا هو خصو يتبدل، هذا الفارو القدام تا هو خصو يتبدل، هادشي هذا كامل خصو يتبدل. وحاليا كنظن انهم حاليا مازال ما متوفرينش في السوق، على هادشي باقي تزيد تستناو، الميزانيات تقام غاليه. كيف ما قلت الاخوان، كيف ما كتشوفوا هاد البارابريزا هي قدامنا هنايا، البارابريزا شي حاجه صحيحه، شي حاجه في المستوى لهذا الشكل هذا، ما كاينش في باقي المواطن الاخرين باستثناء صانية ديال 2021 يلي جا فيها هذا الشكل هذا، اللي صراحه حاجه ناضيه زايد على باقي المواطن كاملين، مخدومه باحترافيه، بالاضافه مخدومه في الكون في الكيدون. الضمان الضمان خصو يتبدل في حاله الا بغيتي تزيدو من الموتور ديالك، هو هادشي هذا اللي غنتعرفو عليه من بعد ما نحيدو هاد لي كاش كاملين. واحد الصديقة قدر الله كان وقعت له واحد الطيحة، على هادشي كنحيد تهرس له الكاش ديال البارابول، على هادشي مازال كي دا عند مول بوليستر كيوقع. هنا الاخوان كيفما كتشوفو هاد القرينات كيفما كتشوفو هما مخدومين في الكيدون في الضمان، مسوديين، عندهم سيبورة مسودية في الضمان كيفما كتشوفو معانا هنايا، بالاضافه لانهم جاود الحديد وملصقين بجوج ديال الطونيوس 13، جوج بولونات بهذه الطريقه، هادي مسوديين. شوف الشكل ديالهم كيفاش مشكلين مع الكيدون، عندنا داكشي مسودي، سيبورا ديالهم مسوديين، وعاد هما كيتبدلوا لحاله الا بغيتي تزيد هادشي راه ضروري خصك تبدل حتى الكيدون، حيت الكيدون القديم ما كيلصقوش فيه، الضمان القديم ما خدامينش فيه. المهم جات شي حاجه متقونه، شي حاجه احترافيه، شي حاجه ناضيه صراحه كما كنقولوا. هاد الحديد هذا جا ديال جا حديد مهند، ما كيتعاودش بسهوله، هاد الموتور هذا طاح تهرس ليه الكاش ديال سي تهرس، المهم وقعت واحد الضربه عند مول بوليستر كيصلحو، تهرس ليه الكاش ديال الكونتور والكاش ديال البارو، كيتصيبو عند الطولي كيعمل لهم بوليستر. والقرينات الحمد لله كيف ما كتشوفوا ما وقع لهم والو. هنا الاخوان هاد البلاصه هاد البولون هذا العشرة فيه كيلصقوا ديك الكاشات ديال القرينات، فيه كيتفيكسيو باش كتلصق باربريس، هما ديك المسامر اللي كيلصقوا باربريس، هذا هو الشكل الداخلي ديال هاد القرينات. ما كتشوفوا معنا شي حاجه مخدومه بطريقه احترافيه صراحه، واخا تعطلت ثانيه باش انها دارت هاد القرون هادو، تعطلت واحد المده وهي كتخدم عليهم، كيف ما قال واحد الاخ واحد فيديو سابق، واحد الاخ معروف. ما كتشوفوا الاخوان شي حاجه صراحه ناضيه، شي حاجه في بلاصه، شي حاجه في المستوى معنا ما نقولوا فيها، اضافه كما قلت انا ان الموتور طايح ما تعوجو، ما وقع لهم حتى حاجه، بقات شي حاجه في بلاصه،
وضروري خص تبدل الكيدون في حالة الا بغيتي تسيدم الموتور القديم ديال مثلا ديال 2019 ولا 2020 ولا هادوك كاملين خصك ضروري تبدل هاد الكيدون. ها كيف ما كتشوفوا مسودين هنايا، حتى الا بغا شي معلم اذا فنان سوديا ما يمشي بهاد الدقة، يقدر ديك السودة اي حاجة تسودة صار مع المدة كطرطق، ولكن الا كانت مسودية من لاميزو كيكون داكشي مهند كل حاجة في بلاصتها، ما كيكونش داكشي غير مسودي عادي. انا الاخوان كيف ما قلت ان صانية تعطلت واحد المدة من بعد ما عملوا عدة اختبارات بالاضافة لعدة تجارب على هاد الكرينات هادو باش خرجوهم كيف ما كتشوفوا معنا في هاد الصورة. هاد الصورة هادي من البي سي، هادي مني كانت المرحلة البداية، بالاضافة لهاد الصورة هادي ديال الشكل اللي كان عاد خرج فيها صانية، بالاضافة لوصلوا لهاد الشكل هذا الاخر، اخر شكل اللي هو اللي خرجت هادي الاخرانية في 2021. هاد الكولور الحمر ما كاينش في المغرب للاسف، ما كاينش، يقدر يكون مستقبلا يقدر يدخل، كاين الالوان اللي معروفين، خمسة الالوان على كل شيء كيعرفهم حاليا. المهم انا الاخوان كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو استفاد ولو قليلا انه ما يبخلش الاشتراك في القناة. ثاني حاجة لايك الفيديو، اي تساؤل مرحبا في كومنتير ولا في المجموعة في فيسبوك اللي كتشوفوا الصورة ديالها، ها هي قدامنا، هي دي اللي قدامنا المجموعة اللي في فيسبوك اللي حاليا وصلت تقريبا لعشرين كا، كتختار من 20 كا. بالإضافة لأي تساؤل يمكن لك دير منشور داخل المجموعة ولا يمكن لك تخلى في كومنتير، ما كاينش مشكل، كنجاوب على أغلب التعليقات، والحاجة اللي مس طعناش نجاوبو عليها كنجاوبو على قدر الاستطاعة، على قدر المعرفة ديالنا. المهم إخوان تحياتي لكم، نخليكم مع هاد المنظر من كورنيش فنيدق. Gotta get